ولكن خلينا بس الأول قبل ما نتكلم عن موضوع القرعة، خلينا نرحب بواحد من نجوم النادي الأهلي الكبار وعضو الرابطة الحقيقة، أو واحد من الناس أو نائب رئيس الرابطة، أنا آسف طبعا، النجم الكبير كابتن عماد متعب، معشوق الأهلاوية ومعشوق المصريين جميعا الحقيقة. ازيك يا كابتن عماد؟ كابتن سلام، الأخبار؟ كل سنة طيب وأنت طيب يا حبيبي. الشعب المصري بخير ان شاء الله. دياب، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ازيك كابتن عماد، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. ازيك الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. يعني اولا يا كابتن عماد وحشنا جدا، ويعني بقالنا فتره ما تقابلناش، لكن دايما عماد متعب في قلوب كل المصريين وكل الاهلاويه الحقيقه. عماد والله انتوا وحشيني جدا والله يا كابتن اسلام، وان شاء الله اكون موجود معاكم قريب. ايوه، ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عماد، لسه كنت بتكلم مع النائب احمد دياب رئيس الرابطه، كنا بنتكلم عن اعضاء الرابطه ونائب الرئيس للرابطه. الحقيقه هو اتكلم بشكل رائع وقال ان هناك تعاون كبير. اعتقد ان التعاون ده واضح جدا في سلسله القرارات اللي بيتم اتخاذها على الاقل في الفتره السابقه، لانه الحقيقه شفنا تغير كبير في شكل النقل التلفزيوني، تغير كبير في شكل المؤتمرات الصحفيه، تغيرات كبيره جدا حصلت منذ ان تولت الرابطه اداره الدوري العام المصري. والله في البدايه انا بتشرف ان انا موجود مع مجموعه من انضف الشخصيات اللي ممكن اكون اتعاملت معاها في الفتره الاخيره. ايوه، يعني النائب احمد دياب كرئيس الرابطه، ولواء صفي، لواء ساره سويلم، دكتور شريف، خالد رفعت، يعني دي كلها ناس محترمه وناس داخله المجال عشان تخدم الكره المصريه وتطور الكره المصريه. ايوه، لكن الحمد لله، الحمد لله في البدايه يعني بمساعده اجهزه الدوله ان احنا قدرنا نرجع الجمهور حتى لو عدد قليل، فدي كانت بدايه كويسه. التصوير، الجمهور بدا يتفرج على شكل كويس يقدر يعني يبقى مبسوط وهو بيتفرج عليه. جهزنا وعملنا حاجه جديده هي كاس الرابطه، وحطيناها في وقت كاس الامم الافريقيه عشان الانديه يبقى عندها فرصه انها تقدر بدل ما تدي اجازات وتلعب مباراه وديه تبقى موجوده عندهم بطوله بيشاركوا فيها، وبعد كده ان شاء الله يبقى ليهم عائد كمان من البطوله دي. فالحمد لله بنحاول نشتغل وبنحاول نعمل اللي علينا، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه. ايه اللي جاي بقى يا عماد؟ لانه اللي جاي برضو اصعب كتير جدا من الفتره السابقه. يعني الفتره السابقه كانت البدايه رائعه، ولكن اللي جاي اعتقد ان هناك ضغوط كثيره جدا وكبيره جدا على الرابطه لتغيرات تحصل خلال الفتره اللي جايه اكتر بكتير من اللي كانت موجوده قبل كده. بص يا كابتن اسلام، والله احنا لما جينا نعمل الجدول بتاع الدوري كان عندنا مشكله، بس ان ما كناش نعرف ولا ميعاد كاس العالم للانديه ولا ميعاد السوبر الافريقي. لو كنا عارفين المواعيد دي كنا حطينا جدول لنهايه الدوري. ياه، طبعا. كان مظبوط، كنا مرتبين كل حاجه ان جدول لنهايه الدوري، واحنا عاملين جدول كمان في دوري ابطال افريقيا بين يعني في المجموعات هنحط ماتشات بين الماتشات، يعني الاهلي مثلا لو هيلعب السبت وهيلعب السبت اللي بعده هنحط الثلاث مثلا. لكن في الادوار الاقصائيه اللي هو قبل النهائي والنهائي لما يكون فرق اسبوع مش هنلعب ماتشات، كنا مرتبين كل حاجه بحيث ان كل الفرق تكون واخده راحتها بالكامل. فاحنا حاج عامر دلوقتي شغال على باقي الجدول الدوري عشان ينزل جدول لنهايه الموسم ان شاء الله، يعني يبقى الناس كلها الانديه كلها عارفه هتلعب امتى وهتنتهي امتى ان شاء الله. بس احنا بس عشان ظروف ان كاس العالم الانديه هتقدم شويه، وفي شهر 2 في توقفات للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا ونادي الزمالك وبيراميدز والنادي المصري، فعلى ما اعتقد ان الحاجات دي كلها مترتبه، بس هيعيد جدولتها ثاني حاج عامر حسين. هل ممكن دلوقتي نبقى عارفين امتى هينتهي الدوري؟ ان شاء الله يعني قريب جدا هنعلن ان شاء الله الدوري هينتهي امتى. وما انا بقول لحضرتك ان حاج عامر هيشتغل على الجدول وان شاء الله يبقى جاهز، والانديه كلها تعرف هتبدا امتى وتنتهي امتى علشان نجهز. احنا بنجهز للموسم اللي جاي. يعني دي احنا يعني الرابطه بقى لها شهرين ثلاثه، فاهمني؟ لكن الحمد لله دورها واضح، فاحنا بنجهز للموسم اللي جاي. الموسم اللي جاي يبقى موسم بلا توقفات، موسم بيبتدي زي دوريات العالم كلها وبينتهي زي دوريات العالم كلها. لكن الحمد لله ان احنا الموسم اللي جاي مفيش مشاركات كتير. يعني مفيش كاس افريقيه، مفيش كاس عالم، احنا اخرنا كاس عالم شهر 11، وبعد كده خلاص
الدنيا كلها هتبقى بالنسبه لنا مفتوحه. بس فهي دي الفكره. انا في نقطه بس مهمه اتفضل حابب اتكلم فيها والنائب احمد هيتكلم فيها معاك. مش مشكله انك تكون مش فاهم، المشكله انك تبقى جاهل. دي للناس اللي بتتكلم او الناس اللي مش فاهمه او الناس الجهله اللي بيتكلموا على قصه ان احنا ناس مش محترفين او احنا بنعمل قرعه موجهه. ده اسمه يعني هو مش انا مش 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 لاقي كلام اقدر اقوله. نعم. لان احنا لما جينا حطينا تصنيف الانديه لكل كل نادي على راس مجموعه جبناها بتصنيف الانديه اخر موسم. ما جبناش بتاريخ الانديه، لان احنا لو جبنا بتاريخ الانديه يبقى 18 نادي هتحطوا على راس مجموعه. وده بيتعمل في كل البطولات اللي بتكون موجوده في العالم. يعني لما بتيجي تجيب دلوقتي دوري ابطال افريقيا بيجيب لك الاول والثاني. ما بيجيبلكش تاريخ النادي، وبيجيب الثالث والرابع بيروح الكونفدراليه. فاحنا لما عملنا كاس الرابطه علشان ده موسم استثنائي فعملناها ثلاث مجموعات، لكن في العادي يعني الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى كاس الرابطه هيتلعب بخروج المغلوب والامور واضحه تماما لكل الناس. الفكره كلها حاجه ثانيه، ان احنا لما حطينا الاهلي والزمالك وبيراميدز ده نسيبه. ثاني حاجه ان الانديه اللي بتلعب على ملعب واحد ايوه حطيناها لوحدها وهتروح. يعني مثلا 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 الاتحاد وفاركو وسموحه بيتعمل قرعه منهم هم الثلاثه، كل فرقه هتروح في مجموعه مش موجهين المجموعه. ده المشكله. في فرق، ما انا بقول لك في فرق بين انك تبقى مش فاهم وفرق انك تبقى غبي. بس المشكله ان اللي بيتكلم يعني ما انا والله العظيم ما والله والله ما الاقي كلام اقوله، لان يعني انت ما تعرفش. لا لا بس خلي بالك اصله لازم ترد على كل الامور يا عماد، لانه ما احنا بنرد ده واجبك بنرد يعني بنرد بس في ناس بتهاجم لمجرد الهجوم. بالظبط، وهي مش فاهمه. يعني اتمنى ان هم يبقوا فاهمين ويفهموا ويسالوا ويفهموا قبل ما يتكلموا، لان شكلهم هيبقى وحش. شكلهم هيبقى وحش بجد، لان هم ناس مش عارفه اي حاجه. احنا ناس بنشتغل وقت قصير جدا 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 جدا، بنشتغل وما عندناش اي موارد على فكره. يعني اللاعب احمد دياب هيتكلم في القصه دي كلها. احنا بنشتغل بمجهودات فرديه. كاس الرابطه ده اصلا ما كانش موجود، يعني حاجه ما كانتش موجوده. احنا كان سهل جدا نقول الدوري يكمل وخلاص والفتره بتاعت كاس الافريقيه عملنا اللي علينا. احنا ما نعملش فيها اي حاجه وخلاص وخلصنا. احنا كمان جبنا كاس الرابطه ووفرنا من على الانديه. الانديه مش هتدفع فلوس، ده الانديه احنا هندفع لها يعني ايجار الملاعب وهندي مكافئات كمان للي يفوز بالبطوله. فاحنا بنحاول ندخل دخل للانديه. لكن احنا ولا قرعه الدوري كانت موجهه. طب هو ما اتكلمش ليه على قرعه الدوري اللي ما كانتش موجهه؟ كاس الرابطه تقصد؟ لا قرعه عماد قصده على قرعه الدوري. قرعه الدوري كمان. صح، على رايك لو نعمل حاجه موجهه كنا عملنا الدوري يعني. ما اتعملت قرعه مفتوحه كل شفافيه. والاهلي لعب الزمالك في الاسبوع الثالث ولا الرابع. احنا ما عندناش حاجه اسمها موجهه خالص. لكن هو المشكله ان اللي بيتكلم ده غبي. مش فاهم غبي. خلاص والله طيب احسن يا كابتن عماد. خلي بالك لما بيتنرفز بيبقى ايه برضه، لانه خلي بالك هو برضه بيتعب. انتوا بتتعبوا جامد جدا يا سياده النائب، فبالتالي هو برضه محتاج ان هو يشوف ان الناس تقول لك. على الرغم من ان احنا في ناس كتير الحقيقه مقدره الدور اللي انتوا بتقوموا بيه خلال الاربع شهور الثلاث شهور اللي فاتوا. بس يعني هو انا اعتقد هو بس كابتن عماد في فرق زي ما حضرتك قلت. بالعكس احنا وكابتن عماد واحنا منفتحين جدا على اي نقد او على اي نقاش او على اي توضيح. بس يمكن لا هو عماد معانا. انا معاك. اقصد ايه كابتن عماد؟ اقصد يمكن تبقى في حد مثلا ايه معين عاوز يطلع ينتقد او ينقص ما انت بتعمله بدون ما يبقى عنده حاجه لوجيك يتكلم عليها او بدون يكون عنده خلفيات، فطلع بيقول كلام مش موجود. هو ده يمكن بس اللي بيضايق الواحد، مش ان انت يبقى عندك نقد او انك تشرح. لا طبيعي للناس. على فكره واحنا ما احنا هنا في البرنامج ممكن بعد كده ننقد طبيعي الرابطه بس نقد بناء وهتقول حاجه وفكره. سياده النائب زي ما بيقول مش حد ضد النقد خالص. انتقدنا زي ما انت عايز. بالظبط بالظبط. انتقدنا بواقع، انتقدنا بعلم، انتقدنا بمعلومه، انتقدنا بحقائق. ما تنتقدناش لمجرد ان انت مش فاهم فتنتقد وخلاص. بس هي دي المشكله. يعني حتى لو انت مش فاهم ممكن تسالنا نفسر لك. بالظبط كده. يعني في حاجه مش واصله لك
كلم الناس اللي موجوده وهيشرحوا لك ليه الكاس الرابطه اتعمل بالشكل ده؟ ليه اول ثلاثه بالشكل ده؟ ليه ما خدناش بالتاريخ الانديه؟ لان تاريخ الانديه هتاخد مقاولين ولا اسماعيلي ولا اتحاد ولا مصري ولا محله ولا يعني ما فيش حاجه بتتحسب كده. لا هي المهم ان انت حطيت قواعد ومشيت عليها. بس. بالظبط. بغض النظر عن الجدول الموسم انا حطيت قواعد ومشيت عليها. الموسم الماضي اول ثلاثه في الجدول هم روس ثلاث مجموعات. طبيعي. طبيعي. لكن السنة الجاية هيبقى كاس عادي، كاس الرابطة بخروج المغلوب وهيتعمل على مدار الموسم. على مدار الموسم. بس هي النقطة كلها، ما انا يعني النقطة كلها بس ان مفيش حد فوق النقد خالص. نهائي نهائي نهائي. الفكرة كلها ان لو في حاجة مش واصلة لحد يا جماعة كلمونا، يا جماعة اسألونا، ما عندناش أي مشكلة خالص. هنوضح لكم وهنرد وهنتعامل بكل شفافية. لكن احنا ولا بنوجه قرعات، يعني أي قرعة هتوجه تماما. الحمد لله المجموعه اللي موجوده كلها متفقين على ده، ومش هنشوف بقى ولا كره سخنه ولا كره ساقعه ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. الموضوع ده منتهي. والله منتهي. يعني عشان اصل الكلام فعلا يضايق، فعلا يضايق، لان اللي يعني الكلام. بس انا سالت علاء مايوب قال لي الكوره كانت سخنه. بالظبط كانت سخنه. انا بهزر طبعا عشان ما حدش ياخد الكلمتين دول ويقول لك اصل اسلام قال. ايوه بالظبط. خلاص الكلام ده انتهى كابتن اسلام. الكلام ده يعني ممكن نقول كان بيحصل، ممكن نقول كان بيحصل زمان، او بنتجنب ان الاهلي يلعب الزمالك في الاسابيع الاولى، لكن ده مستحيل نعمله. خلاص انت لازم تعمل جدول يبقى في حق وعدل وفي في 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 كل النزاهه للانديه، كل الفرص للانديه بالكامل. بس هي دي الفكره، يعني النقطه كلها ان يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه للكره المصريه ان شاء الله. انا بشكرك يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير صاحب الانجازات الكثيره والكبيره الحقيقه، وان شاء الله يبقى عنده دور اكبر واكبر خلال الفتره اللي جايه زي اللي كان معمول الفتره اللي فاتت، ويجي لنا برضه يعمل معانا حلقه زي النائب احمد دياب كده. بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، نجم الكبير كابتن عماد متعب.